الحريري ابن الشعب ومرشح رئاسة الجمهورية. هو إنجاز مطالب الثورة المصرية ووقت اغتيالها الذي يتم على مدى 13 شهر فاتم، والبدء بسرعة لتحقيق الأمان بالنسبة للناس، وإجراء عملية تشغيل كاملة للمصانع المتوقفة، وتوظيف الثروة المتاحة لنا في خلق مشروعات جيدة، وفي نفس الوقت التقدم بمشروعات جديدة لتشكيل مجلس شعب جديد ولائحة جديدة لمجلس الشعب، الاهتمام بالعاطلين والفقراء والمهمشين. آن الأوان أن المرأة المصرية يبقى لها دورها الحقيقي الذي يتفق مع كونها نصف المجتمع المصري. وإذا كانت الثورة المصرية أنجزها الشباب في الأصل وتحمل عبئها وضحى بالشهداء والجرحى، فلا بد أن ينال حقه الحقيقي منها لكي يستطيع أنه يساهم في بناء الوطن، وأنه الذي يجري الآن هو اغتيال للثورة وهو خيانة للوطن. لماذا قرر أبو العز الحريري تحمل الأمانة والترشح لرئاسة الجمهورية؟ هذا ليس قرارا جديدا، أنا أتحمل الأمانة منذ 40 سنة وأؤدي دوري في الحياة النيابية والسياسية بشكل عام، ومن ثم أستطيع أن أنا أقول أن أنا بأمارس دوري وما فيش جديد بالنسبة لي ولا حاجة، الأمر تواصل في العمل والنضال. شكرا. وماذا تقول يعني في هذه الفترة الحرجة في الانتخابات الرئاسية؟ شكرا أستاذ أبو العز.